وبشأن الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على مديونية العراق ولجوء الحكومة الحالية ومن سبقها للاقتراض الداخلي والخارجي، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي طارق الأنصاري. أستاذ طارق، مرحبا بكم. يعني مديونية العراق الآن وفق المصادر الحكومية أكثر من 134 مليار دولار. أيضا هناك حديث عن أن الحكومة ماضية لمزيد من الاقتراض لكي تغطي رواتب الموظفين. أستاذ طارق، هل هذا هو الحل الوحيد أمام الحكومة؟ شكرا لك ولقناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام. لا سيد العزيز، بالنسبة للموازنة العراقية لعام 2020، نعم، موازنة معيبة، غير صالحة لأن تكون موازنة بحق الشعب العراقي الذي يمتلك كثيرا من الثروات التي يستطيع بها بناء تنمية حقيقية تكون إيراداتها ومردوداتها على المواطن العراقي. ولكن مع الأسف موازنة عام 2020 هي موازنة مثقلة بالديون وبالعجز المالي. العجز المالي لهذه الموازنة بلغ أكثر من 80 مليار دولار مع ديون مديونية عراقية مقدارها، مديونية على العراق مقدارها 134 مليار و400 ألف دولار. طيب هذا نعم، هذا يزيد من حدة الفقر ويزيد من الكفاءات ويزيد من عدم وجود ناتج محلي وناتج قومي للعراق، أدى إلى هذه المأساة وانعكاساتها غير حقيقية وصحيحة على الفرد العراقي والمواطن العراقي. طيب أستاذ طارق، في نفس هذا المفصل الذي تفضلت به قبل قليل، هل من آثار اقتصادية ومالية تترتب على تفاقم مديونية العراق المتضخمة؟ ما هي هذه الآثار السلبية؟ أولا، قبل أسبوعين أصدر البنك الدولي تقريره خلال الفترة المنصرمة أنه أدان الحقيقة عملية إدارة الاقتصاد العراقي بهذه الكيفية وتداخل الصلاحيات وعدم وجود تسيير مالي وذاتي لحركة التدفق النقدي اللي موجود في العراق وزيادة الفساد، زيادة الفساد الذي أرهق كاهل الدولة وأرهق المواطن. نعم، هذه الحقيقة بحاجة إلى إعادة هيكلية السياسة النقدية وإعادة هيكلية السياسة المالية والاستثمارية في العراق أين وجدت؟ لأنه الموازنة لعام 2020 لا توجد هنالك مشاريع ولا خطط استثمارية ولا تعيينات، أي بمعنى عملية هدم كامل للاقتصاد العراقي. وهذه حقيقة نأسف لها كاقتصاديين، مما أدى إلى أبسط فقدان أبسط حقوق المواطن على وهو الراتب. طيب أستاذ طارق، حتى لا نغادر هذه النقطة، يعني أنت قلت بأن المواطن سيتأثر بالمديونية، كيف سيكون ذلك؟ أيضا الموظف سيتأثر بهذه المديونية على اعتبار أن الموظف في آخر الشهر يستلم راتبه من قبل الدولة، لكن المواطن كيف سيتأثر بذلك؟ هذه في شقين. نعم. شوف الآن بسبب الصراع المحتدم ما بين شركتين فاسدتين لحد النخاع، هي شركة نافذة العراق التي هي تتحمل مسؤولية كارت النخيل أو ماستر كارت النخيل مع الكي كارت الذي أفقد أكثر من مليون متقاعد لم يستلم راتبه لحد الآن، واليوم احنا في أكثر من 10 أيام والمتقاعد العراقي مثقل بالأمراض ومثقل بالديون. طيب، ولكن لا يوجد أحد ينتبه إلى هذا الموضوع، والحقيقة هذا الموضوع هو من أساسيات الدولة. الدولة الآن تقترب حتى تمول العجز التمويلي في الموازنة، وهذه من الكوارث
من الكوارث الاقتصاديه انه انت تطلب دين حتى تسدد رواتب. طيب لو تلاحظ انه عدد الموظفين والمتقاعدين بالعراق وشبكه الحمايه الاجتماعيه يبلغ حوالي 7 مليون. طيب الموازنه تعمل حين ان الشعب العراقي هو 38 مليون. طيب يعني احنا مدى نقدر نسد من ايرادات النفط ل 7 مليون ونقترض من الخارج. طيب حجم الديون على العراق تعادل 90% من الناتج القومي للعراق. وهذه كارثه، اي بمعنى انه منا الى سنه الى عام 2050 بالتقديرات اللي احنا عندنا، احنا نسميها الفوركاستنج اللي احنا موجود عندنا، انه العراق مديون لسنه 2050 العراق. وهذه نعم مديون. هذه اجيال، يعني بعد 4 اجيال راح تدخل على هذه المديونيه. طيب بسبب شنو؟ نعم يعني ما هي الاسباب التي ادت الى ان يكون هذا الاقتصاد؟ الفساد الكبير المستشري في الدوله. الدوله يجب ان تبحث عن الاموال المنهوبه والمسروقه والمتوطنه. في لندن وحدها 100 مليار دولار موجوده. طيب استاذ طارق، الاردن استاذ طارق، نعم. نستثمر وجودك هنا. تفضل الارقام بالدقه حتى الشعب العراقي يعرف كل زين وين تروح فلوسه. طيب في لندن 100 مليار دولار، خلوني يدققون في بنوك بنك سيتي وجي بي مورغان، خلي يروحون يشوفوها. شو اسمه في الاردن 32 مليار، في دبي 27 مليار، في مصر 6 مليار. نعم هاي كلها اموال العراق سرقت سرقوها المتنفذين والفاسدين من رجال الاعمال واصحاب المصارف الاهليه الذين سرقوا اموال الشعب بفواتير مزوره من خلال مجاد البنك المركزي العراقي. وهذه اكبر تبع على الاقتصاد العراقي. طيب. وعلى المسؤولين ان يتحملون مسؤوليه هذا الشعب، لان يعني الشعب 38 مليون نسمه يحكمه 800 شخصيه من رجال اعمال وفاسدين ومتنفذين. نعم. على 38 مليون نسمه. من بغداد الاكاديمي والمستشار الاقتصادي طارق الانصاري، شكرا جزيلا لكم.